أيها الحضور الكريم، عشنا معكم فعاليات مهرجان الداخلة للمسرح الحسني في نسخته السابعة من تنظيم جمعية أنفاس للمسرح والثقافة، وقد نجحت بفضلكم وتميزت بانفتاحها على القطر الموريتاني الشقيق من خلال مشاركة مركز الدراسات الصحراوية بآثار وجمعية المسرحيين الموريتانيين وثلة الصحفيين والإعلاميين فخورون بنجاح هذه الدورة المتميزة، وقد حققت أهدافها والتي كانت بشراكة مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الداخلة أو سرب ومجموعة فوس بكرة ووكالة الجنوب، وبدعم من وزارة الثقافة والمسرح الوطني محمد الخامس ومجلس الجهة والمجلس البلدي الداخلة والمجلس الإقليمي أو سرب. كما أن برمجة الدورة السابعة للمهرجان التي تميزت بالجلي وبالقيمة موريتانيا، كما وقدمت إدارة المهرجان قراءات شعرون المشهدية، وسهرنا كذلك على أن يسود بينها التنافس الشريف، ووفرنا ظروفا متساوية بينها بحضور رئيس وأعضاء لجنة التحكيم الذين نشكرهم على جهودهم الجبارة وصبرهم الكبير وإيمانهم برسالتنا نحو تأهيل وتطوير مسرحنا الحسني. إننا واثقون في صعوبات اعترضتكم أيها المشاركون الأفاضل طيلة أيام المهرجان في النقل والإيواء، وذلك بسبب نقص الموارد المالية لهذه السنة، لكنكم مع ذلك عبرتم عن اشتراككم معنا في إعلاء شأن المسرح والعمل الجمعوي الهادف والمسؤول، فكنتم سببا في نجاح هذه الدورة المتميزة. دمتم معنا أوفيا لأهداف مهرجان الداخل للمسرح السلام للمسرح الحسني، والسلام عليكم ورحمة الله. تثمين تجربة مسرح الحسني وضرورة تطويرها. الخروج بالمسرح الحسني من ربوع الصحراء وانفتاحه على تجارب مسرحية مختلفة. الابتعاد عن الحساسيات الضيقة التي من شأنها أن تعيق الفعل المسرحي الحسني. تثمين تجربة نشر النص المسرحي الحسني والاستمرار في تدوينه. ضرورة مواكبة مؤسسات أكاديمية ومراكز أبحاث لتجربة المسرح الحسني من خلال تشجيع الطلبة والباحثين على الاشتغال على الظاهرة المسرحية في الصحراء متناً وعرضاً. البحث في الأشكال الفرجوية الحسانية في الواقع، والمحطة الأولى مع توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية أنفاس المسرح والثقافة الداخلة وجمعية الرمضة، اتفاق واتفاقية الشراكة انسجاماً مع الرغبة المشتركة بين الهيئتين لتفعيل العمل المشترك وتتويج هذا العمل في ذلك. ومن أهداف أيضاً الاتفاقية الجنوب والعمل الدولي لدراسة الفرجة لحسن اليوسفي، وتأتي هذه الشراكة لتفعيل دائماً العمل المشترك بين قطاعين وجال يفيد تجربة مسرح الحسني بهذه الآليات المنهجية والتصورات النقلية التي من شأنها تجربة مدرسية، إضافة إلى دعم وتقوية قدرات الأطر العاملة بجمعية أنفاس، توقيع اتفاقية شراكة بين جمعية أنفاس المسرح والثقافة والمركز الجامعي للدراسات الموريتانية. تأكيد أن هذه الاتفاقية تأتي لتتويج عمل مشترك السابقة الدورة السابقة السابعة، والذي مهم جدا تجسد في مناطق إعلامية لجمعية المسرحيين الموريتانيين وجملة من الفقرات الثقافية أنفاس المسرح والثقافة وجمعية المسرحيين الموريتانيين مجسدة في رئيسين التنظيمين. الأكيد أن هذه الاتفاق تضيف مجموعة من الأهداف التي أطرزها هذه الاتفاق في الضفتين، والعمل أيضا على إنتاج مجموعة من الأعمال.
بمدينة العيون نجاحنا وهو اليوم ما ¡Gracias!
عبد الرحمن الزاوي رئيس فرقة بروفا للفنون المشهدية. أولا ربما هذه الزيارة الثانية ديالتنا للمهرجان الداخلة للمسرح الحساني اللي كتنظمه جمعية أنفاس للمسرح الحساني. السنة الماضية كانت بمسرحية مزلنا حيين واللي فاز بها بجائزة الإخراج. هذه السنة جئنا بمسرحية لكاسامار اللي فازت بالجائزة الكبرى وكذلك جائزة الدور النسائي. بالنسبة للتظاهرة مقارنة مع التظاهرة السنة الماضية من ناحية قيمة العروض من ناحية الشكل العام للتظاهرة، فربما أظن أن هذه السنة نحس ببعض نقص في قيمة الإنتاجات المسرحية، وهذا راجع بطبيعة الحال للإكراهات اللي كتعرفها الفرق المسرحية من ناحية دعم الإنتاج من ناحية البعد عن المركز، بالإضافة لغياب دعم من المراكز الثقافية أو من المؤسسات اللي تهتم بالشأن الثقافي في هذه الجهات. اليوم نحن نحاول أن نؤسس للمسرح الحساني اللي هو وليد، ونتمنى من خلال هذا الملتقى ومن خلال هذه الدورة أن يلتفت المسؤولون عن الجانب الثقافي خصوصا المسرح إلى هؤلاء المسرحيين الذين يبدعون في هذا المجال ويحافظون على الثقافة الحسانية من خلاله. عليا الطوير ممثلة ومخرجة مسرحية، خرجت المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي. أنا جيت المهرجان أنفاس في النسخة السابعة مشاركين بمسرحية لاكاسا ديال مار ممثلة فيها. تبارك الله الدورة عرفت واحد نجاح كبير بغض النظر عن الإكراهات اللي لقاو في الجانب المادي جانب الدعم يعني فيما يخص الجهات الداعمة هنا في المنطقة، ومع ذلك هما راهنوا على هذه النسخة وكانت تبارك الله نسخة ناجحة جدا. يعني كانت مشاركة من دولة موريتانيا الشقيقة، مشاركة من طنجة ومن المدن الجنوبية كاملة. تبارك الله كان واحد التنوع واحد الزخم ثقافي، وتخطط الأجواء الحمد لله في أحسن ما يكون. نتمنى لهم إن شاء الله التوفيق في النسخ الجاية، إن شاء الله غادي في التحسن برغم من الصعوبات اللي كيواجه وقلة التكوين وقلة يعني الموارد المادية، ومع ذلك الدراري راهم قاتلين وماشيين مزيان الحمد لله.